الحمد لله، التحضيرات راهي تجري في أجواء الحمد لله لا بأس بها. اللاعبين كامل واعيين بالمسؤولية، احنا كذلك واعيين بالمسؤولية اللي راهي تنتظر فينا. رايحين نشطوا النهائي ولينا شرف في هذا باش نريبريزونتو الولاية كاملة إن شاء الله والمنطقة بأكملها. إن شاء الله نكونوا على وتر، نقدموا مباراة اللي تليق بسمعة الفريق إن شاء الله، باش يكون وجه طيب للفريق ولما لا إن شاء الله الظفر بالكأس. هذه مباراة أكيد راح تكون صعيبة أمام فريق شباب الوزداد، فريق اللي راه يسيطر على البطولة في السنوات الأخيرة. كان عندنا إصابات رغم بداو يوليو لنا الحمد لله. واش تحبني نقول لك، مباراة نهائية حتبدا 0-0، كل واحد عنده حظوظ في هذا النهائي. إن شاء الله وفقنا ربي باش نتوجوا بالكأس، وإن شاء الله الأنصار يكونوا معنا في النهائي باش نفرحوهم بإذن الله. اللي جوا راه معين بالمسؤولية، عرفوا باللي مباراة ماشي سهلة. وكما يقول لك مباراة نهائية تلعب مباراة واحدة ماشي كيما الشامبيون أو كاع. حنا إن شاء الله نكونوا واعيين بالمسؤولية، ولما لا نزيدوا ونجيبوا هذا العام كوب دالجيري إن شاء الله الشلف تزور الشلف. كما يقول لك ونلعبوا مع فريق شباب الوزداد، كما هما يعرفونا كما حنا نعرفوهم، مباراة راح تكون ما تكونش سهلة. حنا كما يقول لك غادي نحضروا بيان إن شاء الله ونكونوا واعيين بالمسؤولية إن شاء الله.